أهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في جولتنا الاقتصادية، حيث ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء مع ممثلي المجتمع المدني وجهات النظر المختلفة بشأن التطلعات الاقتصادية المستقبلية والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز المسار الإصلاحي الذي تتخذه الحكومة وتفعيل دور المجتمع المدني والأهلي. البيان الصحفي الصادر عن اللجنة والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أكدت حرصها على تخصيص أول اجتماعاتها للمناقشة في مسارات وتطلعات الإصلاح الاقتصادي المالي، مما يؤكد الحرص الحكومي على وضع الشأن الاقتصادي في مقدمة سلم الأولويات للمرحلة المقبلة. احنا سعيدين جدا في البادرة التي قدمها مجلس الوزراء متمثلا في اللجنة الاقتصادية برئاسة معالي وزير المالية أنس الصالح في مشاركة المجتمع المدني في يعني آراء فيما يسمى بالوثيقة الاقتصادية. قدمنا احنا في جمعية المهندسين الحقيقة آراءنا في هذا الجانب، كانت المبادرة جدا يعني إيجابية. أحب أشكر الأخوة في الحكومة على هذه الدعوة، وهذه بادرة جيدة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر هي السلطة الرابعة في البلد، وهي العين التي لا يرى فيها بعض الأعضاء الحكوميين في بعض الأحيان. لذلك احنا نثمن هذه المبادرة، وتم الاجتماع في اللجنة الاقتصادية ومناقشة أهم التحديات اللي تواجهنا كبلد وهو التحدي الاقتصادي. الجمعية طالبت بأكثر من محفل بأن تكون شريكا حقيقيا للحكومة ومد يد التعاون ما بين الجمعية ومؤسسات الدولة المختلفة، والآن نرى هذا التعاون البناء، وبإذن الله سوف تترجم رؤى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على أرض الواقع.